ثمان سنوات منذ انقلاب ميليشيا الحوثي في 21 من سبتمبر عام 2014 وسيطرتها على مؤسسات الدولة بقوة السلاح. قامت الميليشيا بنهب واقتحام المؤسسات ومنازل المناوئين لها، وزجت بآلاف المدنيين في السجون والمعتقلات السرية. حول الحوثيون اليمن إلى ساحة حرب وصراع، مدجنين جيلاً كاملاً بثقافة الفكر المتطرف. تسبب الانقلاب بتدمير كامل لمؤسسات الدولة، وتربع التعليم على رأس المؤسسات الأكثر تضرراً. تعرضت أكثر من 2916 مدرسة للتدمير، بينما يتواجد أكثر من 2 مليون طفل في سن التعليم خارج المدرسة. وتشير التقارير إلى أن نحو 6 ملايين طالب مهددون بخطر الحرمان من التعليم، فيما فقد قرابة 127,000 معلم ومعلمة رواتبهم منذ العام 2016. حولت ميليشيا الحوثي مؤسسات التعليم إلى ساحة للتجنيد وتلغيم عقول الطلاب بخرافة الولاية وطمس الهوية الوطنية الجامعة لليمنيين. تسبب الانقلاب الحوثي بجعل اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ أصبح أكثر من 23 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، بينما يعاني 19 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد جراء التدهور المعيشي والاقتصادي للسكان في ظل انقطاع الرواتب وتوقف الأعمال واستمرار الحرب والنزوح في عدد من المحافظات. وتقدر المنظمات المحلية والدولية نزوح أكثر من 4 ملايين شخص إثر تصاعد موجات العنف والقتال في البلاد منذ العام 2014، فيما أكثر من 2 مليون طفل حياتهم معرضة للخطر. مارست ميليشيا الحوثي جرائم خطف وتعذيب بحق آلاف اليمنيين من الرجال والنساء، وتوفي العشرات في سجونها، والبعض خرج منها بإعاقة دائمة. فجرت الميليشيا مئات المنازل في المناطق الخاضعة لسيطرتها بهدف ترهيب المناوئين لمشروعها، وأغلقت عشرات الطرقات مطبقة الحصار على مدينة تعز لأكثر من 7 سنوات. الممارسات القمعية للميليشيا أدت إلى تقييد حرية التنقل والسفر بين المدن ومنع الكثير من المواطنين من المغادرة. ركز الحوثيون منذ انقلابهم على قمع الأصوات المعارضة وإغلاق القنوات والصحف ونهب معداتها وملاحقة واعتقال الصحفيين والناشطين. تقبع المئات من النساء في سجون الميليشيا بتهم ملفقة في ظاهرة خطيرة لم يعهدها اليمنيون من قبل، ليصبح اليمن من أسوأ البلدان في العالم للنساء وفقاً لمؤشر الفجوة بين الجنسين. واجه حالياً 4 صحفيين أحكاماً بالإعدام، وآخرون لا يزالون خلف القضبان يتعرضون لكافة أشكال العنف والتعذيب النفسي والجسدي. ويعتبر اليمن من أسوأ بيئات العمل الصحفي حول العالم، إذ يحتل المرتبة 167 من أصل 180 بلداً وفقاً للتصنيف العالمي لحرية الصحافة. وخلال الأعوام الماضية أعدم الحوثيون العشرات في محاكمات صورية تفتقر إلى العدالة إثر تسييس القضاء لصالح الميليشيا. وتشير تقارير حقوقية دولية إلى أن الحوثيين استخدموا سلطة القضاء لتنفيذ سياسات تعسفية وإسكات الأصوات الناقدة والمعارضة، وأصدروا أكثر من 250 حكماً بالإعدام ضد خصوم سياسيين وأكاديميين وصحفيين. دخل اليمن عقب الانقلاب جولة من الصراع ألقت بظلالها على المشهد السياسي، وطغى صوت المدفعية على صوت الناخبين إثر غياب المناخ الديمقراطي والتنافس على السلطة عبر صناديق الاقتراع، إذ ترى السلالة الحوثية أن الحكم محصور فيها كحق إلهي دون غيرها من الشعب، ما يجعل القبول بها أمراً مرفوضاً من قبل اليمنيين.
استمرار الانقلاب والحرب معا تسبب في تدمير مؤسسات الدولة لصالح الميليشيا في الشمال والجنوب، وتحول التحالف الإماراتي السعودي إلى أداة هدم للشرعية لصالح قوى الانقلاب والمشاريع الصغيرة لتجزئة اليمن. 8 سنوات على الانقلاب غابت فيها معركة استعادة الدولة، وتحولت القضية إلى معارك جانبية لتفكيك مؤسسات الدولة واقتصار الأمر بالتفاوض على فتح طريق هنا أو هناك، فيما نجح التحالف الإماراتي السعودي في إزاحة الرئيس هادي من الحكم عبر تشكيل مجلس قيادة رئاسي أشرك فيه قيادات انفصالية وأخرى مسلحة لا تعترف بالشرعية، وباتت قرارات المجلس خطوات تمهد للانفصال على حساب وحدة اليمن وسلامة أراضيه. يكتوي اليمنيون بناري الانقلاب في صنعاء وعدن وسط خذلان الحلفاء ومتاجرة الساسة بالتراب اليمني لصالح الأجندة الخارجية. 8 سنوات من الانقلاب، أما آن الأوان لانتفاض اليمنيين وطي هذا المشروع والانتصار لدولتهم وسيادة أراضيهم بأنفسهم.